السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من حلقات النسيب. اليوم بدنا نحكي بموضوع التقويم العربي اللي تم وضعه بسنة 513 والتسميات مع تسلسل الأشهر ضمن الفصول بالنسبة للعرب الموجودين في الجزيرة العربية في منطقة اليمن، في منطقة المدينة، أو حتى في منطقة البتراء، أو في حتى في مناطق بلاد الشام. هاي المنطقة اللي بتتراوح خطوط العرض فيها ما بين خط عرض 27 إلى خط عرض 35. هاي المنطقة جغرافيا بيحق لها وبيحق لشعوبها أنهم يطلقوا أسامي للشهور تبعهم القمرية المتوافقة مع السنة المناخية بإضافة الشهر التقويمي، بحيث أنه كل شهر يعطي صفة للفصل اللي بيجي فيه هذا الشهر. مثلا الصفرين، صفر أول وصفر الثاني، هن من الشهور اللي بتفتح فيها الأسواق اليمن في رحلة الشتاء، الرحلة المشهورة عند العرب، بتسكر فيها مكة وما بيكون فيها نهائيا وجود أي أشخاص في مكة لأنه تغلق فيها جميع أسواق مكة، وتتجه التجارة إلى الجنوب، وتعرف هذه برحلة الشتاء. بالنسبة للربيعين من اسمهم معروفين انه هن بيبدأوا بفصل الربيع، يعني من بعد الاعتدال الربيعي وليس قبل، يعني الهلال يجب ان يأتي متوافقا مع الاعتدال الربيعي او ما بعده في حالة دفع الشهور، لانه شهر النسيء يدفع شهر الربيع الاول الى تقريبا منتصف شهر نيسان، يتراجع في السنة الأولى بقيمة 11 يوم، ويتراجع بالسنة الثانية بقيمة 11 يوم، وبالسنة الثالثة بيرجع الشهر التقويم بيدفعه مباشرة إلى منتصف شهر نيسان. هي بالنسبة للربيعين، الربيعين اللي لازم يتصادفوا ما بين شهر نيسان وشهر أيار المعروفين بأشهر April and May. بعد الصفر الربيعين بيجينا الجمادين. الجمادين مثل ما قلنا ما لهم علاقة نهائيا بالتجمل، وإنما الجمادة هي القحط والشح، ويقال عن الناقة أو عن البقرة أن شح حليبها أنها جماد. والسنة الجماد هي السنة التي لا مطر فيها. وسنابل القمح عندما تصفر يقال عنها جمادة، فلا علاقة للجمادة بالتجمد. التجمد هو انخفاض درجات الحرارة في الشتاء. هذين الشهرين يأتيان في أول الصيف وليس في الشتاء كما يعتقد البعض الآخر. بعدين بيجينا رجب. شهر رجب الذي يتوافق مثل ما شفنا بالتاريخ دائما يتوافق مع شهر أوغست اللي هو شهر آب. شهر سبعة تموز يأتي وثم رجب وثم يأتي سبتمبر، رجب شعبان رمضان. فشعبان هو تتشعب الناس بحثاً عن المياه، ويأتي هذا الشهر في شهر سبتمبر يلي هو آخر شهر من شهور الصيف يلي بيجي مباشرة بعد الاعتدال الخريفي وبداية الخريف، وهنا يأتي رمضان. بعد رمضان هناك شوال، وقلنا أن شوال له علاقة بشولة العقرب من بروج السماء، وله أيضا علاقة بأنها تشول الإبل
بذنوبها بحثاً عن التجمع. فإلى هالعلاقتين، علاقة مع شولة العقرب وعلاقة مع شولة الكليب. بالنسبة لزوق قعدة، من شدة الرياح يقعد الناس وينصبون خيامهم وما بيحاولوا إنه يروحوا من شدة الرياح، وهي رياح فصل الخريف اللي بتتساقط فيها أوراق الشجر. وذو الحجة هو شهر ذو الحجة هو آخر شهر من شهور الحج المعلومات، شهور الحج المعلومات اللي هي شوال وذو القعدة وذو الحجة. الأشهر الحرم لا علاقة لها نهائيا بالمكان الجغرافي. فالأشهر الحرم الموجودة في شمال أفريقيا وتختلف عن الأشهر الحرم الموجودة في جنوب أفريقيا. القسم الجنوبي من الكرة الأرضية له أشهر حرم تختلف عن أشهر الشمال، وكلما اتجهنا شمالا إلى القطبين تختلف الأشهر الحرم في تلك المناطق، لأنها دائما تتبع فصل الربيع، وفصل الربيع يتنقل ما بين خط الاستواء والقطب، والمناطق المدارية بين مدار السرطان ومدار الجري تتنقل في ثلاث مواقع. فلذلك اتباع الربيع وملاحقة الربيع هي المكان اللي فيه الأربع شهور المتتالية للأشهر الحرم. الشهر الحرام لا علاقة له بالأشهر الحرم، هو شهر المتنقل، الشهر التقويمي، شهر المسيح الذي يأتي كل 32 شهر مرة. هو ذاته الشهر العمرة، وهو ذاته الشهر الحرام، وهو ذاته شهر التقويم. هلأ في مقولة بعتها أحد الأصدقاء، مثل ما بتقولوا أنه عبارة عن دراسة مساوية شخص من الأشخاص، تري فيها بعض الافتراءات ومن افتراءاته عم يرجح، عم يساوي ترجيح، يعني مناقشة عقلية، يا هل ترى هيك ويا هل ترى هيك، وشو بيصير إن كان صار هيك وشو صار، يعني كلامه كلياته عبارة عن افتراءات. وعلى فكرة أنا بسنة 2010 عملت ملخص لكتاب ونشرته على الإنترنت لبروتوكولات حكماء صهيون، لأنه كتاب ضخم كبير مترجم أساساً هو من اللغة الروسية للغات العالم. فأنا حبيت أني وضحه للقارئ العربي بحيث أني ساوي ملخص، وفعلا ساويته ملخص ونشرته على الانترنت بال 2010. ومن البنود اللي موجودة فيه لكتاب بروتوكولات حكماء صهيون انه الصهيونية كيف تسيطر على العالم، وفي عندهم منك 21 بند وفدت لك ياهم كلياتهم. ولكن البنود المهمة اللي لازم نطرحها اليوم هي الغوغائية ونشر الغوغائية. يعني مثلا إذا في عندكم شخص، هذا الشخص عم يحاول إنه يقدم لكم فكر، وهذا الفكر جيد، وهذه الفكرة واضحة وواضحة للجميع، يعني مثل موضوع النسيء اللي عم نطرحه اليوم هذا. شو هو موضوع النسيء؟ إنه يا جماعة التقويم يجب أن يكون مقوماً حتى نستطيع أن نتبعه. يعني ما بتقدر تروح أنت تجيب لي سلسلة أشهر 12 شهر طول كل شهر 30 يوم وتعتمده وتقول هذا تقويم. هذا ليس تقويم، هذا عبارة عن سلسلة أشهر لا تنطبق نهائياً على مناخ أي سنة، لا تنطبق على المناخ. وعدم تطابقها مع المناخ يعني عدم تقويمها مع المناخ، غير مقومة. وهذا الشيء اللي حاصل معنا نحن بالتقويم الهجري، عبارة عن 12 شهر وشهوره مزبزبة، شهر طوله 29 وشهر طوله 30. يعني مو انه والله الأشهر ال 12 كلياتهم وكل واحد منهم شهره طوله 30 يوم، لا، في واحد 29 وواحد 30، ونحن عم نتبع رؤية القمر حتى نحدد الكون قديش طول الشهر. فأحيانا بيجي 29، أحيانا بيجي 30.
هل سلسلة 12 شهر اللي طول الأشهر فيها بين 29 و 30 ما راح تعطيك أي نوع من أنواع التقويم، يعني ما يصير عند منك تقويم إنك تقوم هالأشهر هاي مع فصول سنة، ما في تقويم. فطرحنا للموضوع وتوضحنا للموضوع وسلسلة الفيديوهات اللي عم ننزلها لحتى توضح الفكرة عند المشاهد، عم نقول لكم إنه يجب أن يكون هناك تقويم، وإنه في كثير ناس بيعتمدوا على تقاويم القمرية، ولكن جميعهم ينظرون إلى ماذا؟ إلى إضافة شهر التقويم كل فترة زمنية. هلا في تقاويم بيضيفوها 3 سنين سنتين مثل التقويم العبري، وفي تقاويم بيضيفوها كل 32 شهر مرة. وشرحنا لكم انه اذا ضفناها كل 32 شهر مرة بده يصير في عند منا انزياح ثاني حتى ما نوع بالانزياح الثاني، فساوينا لكم اياها بحيث انه الفواصل ما بين كل 19 سنة يجب ان تكون بفارق 3 سنوات. بعدين لما حاولنا ننظر شلون لازم ننسو وليه ومن وين لازم نبلش بالنسل وكيف هي عملية تسلسل النسل، ورجيناكم اياها انه لازم تكون هي عبارة عن تسلسل بحيث انه يجي مرة بقيمة رقم 13 ومرة بقيمة رقم 9 ومرة بقيمة رقم 5 في 3 مناطق في السنة. 13 يعني ما بين الشهر الأخير بالسنة وأول شهر بالسنة التالية إلى هي القيمة رقم 13، القيمة رقم 9 يعني بدها تكون قبل شهر رمضان مباشرة، والقيمة رقم 5 بعد الأشهر الحرم بالنسبة لمنطقة الجزيرة العربية، يعني بعد ربيع الثاني مباشرة. وإذا بدنا ننظر للمدار الجنوبي، المدار الجنوبي كمان وقت اللي بتجي بالمواقع الثلاثة بنلاقي إنه تجي الشهر النسيء بالموقع رقم 5 بالاعتدال الخريفي بالنسبة له، وبالنسبة لنا بالاعتدال الربيعي بالموقع رقم 5، بالموقع رقم 9 بالاعتدال الخريفي بالنسبة لنا بالاعتدال الربيعي بالنسبة له، وبالنسبة للرقم 13 بما إنه رقم 13 عم تجي بعد فترة الحج، والحج له موقع جغرافي واحد، يعني أهل أستراليا بدهم يجوا على مكة وأهل النرويج بدهم يجوا على مكة، فما في علاقة جغرافية بالنسبة لهم لأنه هن عم يجوا على موقع جغرافي واحد لحتى يقوموا بعملية الحج بالحج العام. هون الشخص يلي طارح الأطروحة عم بيقول إنه هو جايب مستقيم معلوماته من التاريخ، وجايب لك إنه والله أنا أخذت وقريت الطبري شو حكى وفلان شو حكى، بعدين هو من عنده منه عم يفرز الافتراءات. الافتراء رقم واحد قال إنه شهر رمضان ما كان اسمه شهر رمضان قبل ما ينزل القرآن، نزل القرآن سماه رمضان، آمن الرسول عليه الصلاة والسلام هو اللي دعا هذا الشهر رمضان، هذا الكلام غير صحيح، هذا افتراء رقم واحد. الافتراء رقم اثنين قال انه كمان الرسول عليه الصلاة والسلام هو اللي سمى شهر شعبان، مو بس رمضان حتى كمان شعبان هو اللي سمى، وهذا افتراء رقم اثنين. هلا بالنسبة للافتراءات الثانية اللي ربطها وشلون عم يحاول يفندها، عملكم انه اذا كان رمضان اسم بشري المفروض ما ينزل بنص قرآني نص مقدس، لأنه هذا الاسم رمضان هو وضع بشري، واسم رمضان اللي إجا بالقرآن هو اسم ذكره الإله، فالإله ما لازم ينظر لأي شيء بشري، فلذلك ما كان اسمه رمضان، النص المقدس سماه رمضان، الرسول هو غير اسم الشهر التاسع الموجود بالتقويم القمري الموجود بالمنطقة تبعه، قام بدله وساواه رمضان.
كان له جن ثاني. هذا كله افتراء. بعدين بالنسبة للشعر والإشهار وإشهار الشيء، يعني الغوغائية اللي بيصنعوها بعض الناس، لو يعني بيكون في عند منك أنت نصوص صريحة وشغلات صحيحة، بدك تروح تضرب كل المقدسات اللي بتآمن فيها. يعني في ناس رايحين مساوين فيديوهات عم يقول لك مكة ما لا مكة، الكعبة ما لا الكعبة، ومكانها مو مزبوط، ولازم وفي كمان فيديوهات بيروح بورجوك. يعني هلا مثلا بعالم الكورونا تبعنا، ناس بيقول لك ال 5G هي سبب المرض الكورونا، بدهم المؤامرة ياخذونا كلياتنا يعطونا اللقاح، هذا اللقاح بده يعرف، بدهم يزرعوا لنا نانو تشيب جوات الجسم تبعنا بحيث انه يعرفوا انه انت وينك وين موجود وين رايح وفي عم تساوي تجمع ولا ما عم تساوي تجمع. يعني غوغائية، نشر الغوغاء. الصهيونية من اهم وظائفها نشر الغوغاء. يعني وقت اللي بيطلع خبر صح بيطلعوا لك 200 واحد بيكذبوا الخبر الصح تبعك، 200 واحد. نحن عم نحكي بموضوع النسيب بكل شفافية يا زلمة، بده يطلع 250 ألف واحد غوغائيين يطعنوا لنا بالحقائق اللي عم نطرح عليهم. بدكم تكونوا جدا حذرين في اختيار المعلومات الصحيحة من المعلومات الخبيثة اللي عم يبخوها، والمشكلة انه عم يبخوها كسموم والناس عم تصدقها. يعني مثل هلا تسطح الارض، علما انه نحن هلا بسنه 2020 لحد الان في ناس عم يقولوا انه الارض مسطحه وعم يدافعوا عن تسطح الارض، وما فيهم ولا واحد عالم. لا، وبروح بيسووا لك اياهم علماء، انه مجتمع علماء الارض مسطحه، وبروحوا بيسووا لك اياهم البرازيل علماء. علماء بشو؟ علماء بالغباء. هلا انا ما بدي فوت بمواضيع الارض المسطحه، لانه بعرف انه الثلاث ارباع الموجودين حاليا بالوسط العربي عندنا عم يامنوا بالارض المسطحه. ليش؟ ذهنهم غير صافي. المناهج الدراسيه اللي وصلتهم اهلتهم انه يكونوا ذهنهم غير صافي. واللي بيطلع منهم ذهنهم صافي على فكره بيسرقوه. تجي الدول العظمى، بريطانيا، فرنسا، انجلترا، بياخذوا العقول هي وبيسرقوها لعندهم، وبيخلوا لكم بقى الفاسدين عقليا. كونوا حذرين يا عزيزي. بالنسبه لاشهار القمر، اشهار القمر عزيزي ما له بدر. التقاويم والناس اللي بيساووا التقاويم القمريه، في منه الناس بيعتمدوا البدر، ايه هذول الناس بيعيشوا بشمال اوروبا، ايه حتى بيعبدوا البدر وعندهم منه طقوس. نحن شعوب البحر الابيض المتوسط او شعوب المنطقه المتوسطه الشرق الاوسط او حتى شعوب الموجوده باقصى الصين والهند وكوريا واليابان، كلياتهم بيتبعوا تقاويم قمريه، والتقويم القمري تبعهم يبدا ببدايه الهلال، الشهر تبعه يبدا ببدايه الهلال. وكلمة شهر تعني 30 يوم، يعني فترة الشهر من الهلال إلى الهلال. هذا الشخص عم يقول لك لا، الشهر هو إشهار، والإشهار هو فترة البدر. لا عزيزي، حتى في كذا شخص عم يدعي لموضوع النسيء عم يحكي بالموضوع هذا، من أنا ما راح أذكر اسمه، أنتم المفروض تعرفوا مين، ما بدي احكي اسمائه، لازم هنن يعرفوا نفسهم ويعرفوا انه هنن عم يحطوا افتراءات من عندهم، والافتراءات اللي عم يجيبوها كلياتها ما لها اي دليل. الشعوب المنطقه كلياتها تبدا الشهر تبعها من الهلال وينتهي بالهلال، من المحاق الى المحاق.
حتى الغرب وقت اللي بيعتمد الدورة القمرية بيعتبرها من المحاق للمحاق، النيو مون عنده من المحاق للمحاق. وارجوني يا جماعة المؤمنين بالإشهار والبدر، وارجوني وعجيبوا لي كم هي التقاويم الموجودة اللي بتتبع البدر من البدر للبدر، وشو أسماء هي التقاويم وشو أسماء الشعوب وديش تاريخها، جيبوا لي ياهو لحتى نعرف وين مناطقهم، لحتى ما نعرف مين هن اللي اتبعوهم، لحتى نعرف نفرق انه هدول الجماعة ما لهم علاقة نهائيا بعرب الجزيرة العربية واليمن. طيب هذا بالنسبة للموضوع الإشهار. كمان في عند منك انه الرمض هو الحر، لا عزيزي، الرمض هو اول مطر يأتي بعد رمض الحجارة من شدة الحر. اول مطر رمضان هو اول مطر يأتي بعد شدة الحر. ويلي بيقول لك انه رمضان هو من الرمض، لا هو ما له عرفان الفرق بين الرمض والرمضان. بعدين اللي بيقول لك انه شهور واشهر، يا عزيزي شهور واشهر هي جمع قلة وجمع كثرة. ويلي بده يناقش بمواضيع اللغة انه ليش هي شهور وليش هي اشهر، لا يجي ويقحم من عند منه افتراء انه هي تعليل الاشهار، والاشهار هو فترة البدر. هذا هو الافتراء، وهي هي طريقة اقحام رأي الشخص ضمن تفاسير اللغة. بالنسبة لإضافة 67 يوم بالتقويم اليوناني، يا عزيزي يوليو قيصر ما اجى 700 سنة قبل الميلاد مثل ما بيحكي هذا بالاطروحة تبعه. يوليو قيصر 45 قبل الميلاد اخا، و 311 قبل الميلاد كان التقويم الالكسندر المقدوني. افترى التقويم الالكسندر عن التقويم اليوناني الحديث اللي هو جولياني اللي ابتكروا يوليوس قيصر واخذوا عن المصريين، حب انه يبلش السنه فيه بحيث انه 24 او 21 ديسمبر يعني هي موعد اطول ليله بالسنه، يعني بده يوافق 21 ديسمبر تماما مع أطول ليلة بالسنة، يعني مو اعتدال، لأنه الاعتدال هو اعتدال خريفي وربيعي، لا هي أطول ليلة يلي يناظرها أطول نهار يلي هي ب 21 حزيران. بالنسبة لنا نحن هي أطول نهار، أطول ليلة واعتبرها هي مولد الشمس، وهن في عندهم منهم طقوس الرومان لهي أطول الليلة، ففي عندهم منهم طقوس وتعبدات وشغلات، هو حب انه يوافق الليلة هاي بهاليوم هذا، فلذلك اضطر انه يحذف 67 يوم. هذا هو السبب. بالنسبة لمكة وبكة والبتراء، يا عزيزي هدول المسميات مكة وبكة والبتراء في كثير ناس عم يقلبوا قصص وافتراءات انه مكة ما دخل بالمكان مكة اللي نحن بنعرفه اليوم، وبكة أين تقع بكة، علما أنه في بكة بسوريا بجنوب السويداء، في قرية اسمها بكة، وقرية أثرية جدا يعني حتى الآثار فيها لم، بس الحكومة السورية على فكرة فقيرة جدا بثلاث شغلات، بالسياحة والمعالم السياحية والأثرية الموجودة بسوريا. وزارة السياحة يعني تأخذ صفر، ما عند منهم هالتشجيع والدراسة وحتى التنقيب عن الآثار. يعني مدينة مثل هالمدينة هاي المفروض يجندوا عليها جنود علماء آثار سوريين، مو يروحوا يستودوهم من برا. ليش انتو السوريين ماكم بني آدمين؟ يعني خرجوا من عندكم من جامعاتكم ناس يفهموا بالآثار وينقبوا ويشوفوا شو موجود. ما في وزارة الآثار يعني تأخذ صفر. أنا ما بدي أحكي عن اثنين تانيات، علما أن اثنين تانيات هن المياه والثروات الباطنية، يعني ما بدي أحكي عنه. ليش؟ لأنه عم يتم قدام عينك
يا مواطن يا سوري قتل الينابيع والأنهار الموجودة عندنا. يعني أنا من مواليد 63 بتذكر أنا كنت صيد سمك من نهر بردة. نهر بردة هلا ما فيه شيء بيعيش فيه غير البعوض. ليش؟ لأنه كل السياقات دمشق تصب في نهر بردة. تصور الله وين هي وزارة المياه؟ أنا ما بدنا نحكي فيه، تركوه. نحن عم نحكي بموضوع لهون. يا جماعة كونوا حذرين في انتقاء الشغلات اللي عم تقروها حتى تقدروا تعرفوا الخبيث من الطيب. إن شاء الله تكون وصلت الفكرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإن شاء الله نلتقي بحلقة جديدة من حلقات النسيم.